نعلم السادة المستمعين لبرنامج نهج التريبيونال مع فتح الهداوي على إيفام واللي نفوسهم رهيفة أنه البرنامج يمكن يتضمن وصف لوقائع صادمة، ونزيد نوصيهم ما يكونوش مصحوبين بالأطفال أثناء الاستماع. نهج التريبيونال على إيفام أحلى غاديو. قضيتنا اليوم بطلها اسمه غافاييل لوموغو، عمره 55 سنة، فرنساوي من أصل طلياني. أغلب حياته عداه يخدم كونتابلي في منجم تاع فحم في فرنسا، خدمة متعبة ما تخلصش مليح. هذاك علاش غافاييل حربت باش ياخذ تقاعد مبكر وعمل مشروع وحده، إنتاج وتوزيع الفانيليا. وين حسب رأيكم؟ في بلاد الفانيليا، في مدغشقر جنوب القارة الإفريقية. سافر وخلى وراه في فرنسا مرتو سيمون وستة صغار. بعد 23 سنة عرس، الكوبل ما عادش يلوجوا برش على بعضهم، أعطيهم توا شوية فلوس وكهو. رافائيل عنده 5 سنين في مدغشقر، ونجح باش يأسس تجارة رابحة في الفانيليا. يدخل في أكثر من 5000 أورو ربح صافي في الشهر، وهذا أكثر برشا من اللي كان يدخل فيه في فرنسا. رافائيل مستانس يروح مرتين في العام، مرة في نوال ومرة في الصيف. يعدي العطلة بحذا مرته وولاده، لكن في نوال عام 2006 رافائيل مجاش. تعدى شهر جانفي ومجاش، زاد فيفري مجاش، مارس وفريل ماي وجوان، رافائيل خبر له، لا جاء لا تكلم لا بعث حتى SMS. واحدة من اخواته ولا 12 اسمها ماغيات تحيرت عليه برشا، كلمته بعثت له برشا ميساجات، باقي شيء ريحته ما فماش. ماغيات كلمت مرت خوها سيمون، وزادت تحيرت كيف عرفت انهم ما يعرفوا عليه حتى شيء. مغيات ملقت بها وين، بلغت الشرطة على اختفاء اخوها، وقالت لهم اللي هي خايفة يكون صارت له حكاية خايبة. والشرطة جاوبت مغيات انه الحاجة الوحيدة اللي نجموا يعملوها هي انهم يحلوا بحث عليه، وحتى كالقاوه وهو رفض يكلم عائلته ولا يعرفهم على مكانه قانونيا شيء ما يمنعه. بالطبيعة إذا كان مختفي بإرادته قانونيا، الشرطة ما عندهاش الحق تدل عائلته عليه كان هو ما يحبش يقول. معناها هما توا باش يحقوا في حاجة بركة، غافاييل مختفي بإرادته وإلا لا. الشرطة الفرنساوية بعثت لنظيرتها في مدغشقر، لكنهم ما عطلوهم ما جاوبوهمش. ولات الشرطة بعثت السفارة الفرنسية غادي، ومنهم عرفوا أن رافائيل يعيش في مدغشقر من عام 2002، وبالتحديد في منطقة اسمها تاماتاف. حل شركة وخدم معها أكثر من 10 عمال. وعرفوا زادة، وهذا الأهم، أن رافائيل روح لفرنسا في نوال اللي فات. الشرطة تأكدت من مطار مدغشقر أن رافائيل ركب في الطيارة المتجهة لباريس نهار 14 ديسمبر 2006، وهبط منها نهار 15 ديسمبر مع 27 دقيقة متاع الصباح. شرطة الحدود الفرنسية سجلت دخوله، والديوانة زادة عملت له تفتيش للفليجات متاعه. وأعوان الديوانة متفكرين أنه جاب معه صندوق كبير متاع فاني، وقعد يقنع فيهم باش يخليوه يدخله. غافاييل من اللي هبط من الطيارة في باريس حل تليفونه وعمل مكالمة هاتفية، ومن بعد رجع تليفونه تسكر. زعما يكون رجع لمدغشقر. رافائيل كيف حل تليفونه وكلم صاحبه إيرفي، قال له أنه مازال كيف هبط من الطيارة، وأنه ناوي يجي يطل عليه في داره العشية. لكن العشية جات وتعدت ورافائيل ما ظهرش. صاحبه إيرفي كلمه لقى تليفونه مسكر. الشرطة سألت مرت رافائيل سيمون، يلندرا كان في علمها أن رجلها روح لفرنسا نهار 15 ديسمبر، وسيمون جاوبتهم إيه كان في بالها،
وأكثر من هك هي وبنتها سامونتا مشاو له يتعرضوا له في المطار. سيمون قالت أنها مع سامونتا قعدوا قريب الساعتين يستنوا فيه، وكيف خرج لهم غفايال، وبالرغم أنه عنده 4 شهور ما شافهمش، أول حاجة عملها مبزهم. قال مرتو سيمون تشبيك وليت بكلك جلود تقول مماتي، وقال بنته سامونتا يا أخي باقي في صنعتك أنت، باقي تلبس كيف العاهرات وقلال الحياة. هذا الاستقبال في المطار، أما ما نحكي لكمش على اللي صار في الكهرباء في ثنية المرواح. كلمة منا كلمة من غادي لحمت ما بيناتهم. سيمون تسوق وتضرب على الفولوم العصب، وسامونتا تمتم بكلام زايد في الكرسي التيلاني، ومن قدام غفيال يكش وينش مش عاجبه الوضع. هكاكا قال لهم هبطوني، وقال لهم اللي هو ندم اللي جاي يطل عليهم. سيمون قالت في التحقيق اللي مشى في بالهم رجلها بعد ما هبط رجع للمطار وخذا أول طيارة رجع بها لمدغشقر، لكن الشرطة متأكدين أنه غفيال ملي هبط من الطيارة ما عاودش رجع للمطار مرة أخرى. قدام المحققين فما زوز فرضيات. الفرضية الأولى هي أن المافيا الملغشية عندها يد في اختفائه، والسبب في طرح المحققين لهالسيناريو هو أنه مدة أشهر التالي واحد من المافيا من مدغشقر اقتل رجل فرنساوي جاهر بن غادي. لكن الفرضية هذه مستبعدة على خاطر غفيال ما كانش متورط معهم في حتى ترافيك. الفرضية الثانية والأقرب للتصديق هو أنه مرتو سيمون وبنتها الكبيرة سامونتا اللي قارين الراس على الراس هما اللي وراء اختفائه، وهما آخر زوز قابلوه، وبصراحة تصرفاتهم تثير الريبة. سامونتا البنية الكبيرة اللي عمرها 17 سنة مسمينها في الحومة باريس هيلتون، مايعة ضايعة صايعة أما تلبس مليح، أخلاقها فاسدة ومنطقها أحرف، حوايجها من أحسن الماركات، وتصرف من غير حساب. منين؟ من الكارت بونكير اللي مخليها أبوها غفيال لمصروف الدار. كل ليلة سامونتا تنظم قعدات وعشوات وشراب مع الأصحاب والأحباب. 1000 مرة نبه عليها أبوها، لكن لا حياة لمن تنادي. فيما يخص الزوجة سيمون، الشرطة شاكة فيها لعدة أسباب. ليزي قصت له الخط متاع تليفونه، وزيد لوحت له حواجه قبل نوال، يعني قبل ما تظهر حكاية اختفائه جملة. وزيد عطات كرهبة رجلها لصحابة يستعملوا فيها، وتعرف مليح أنه غفيال ما يحبش في كرهبته ويرعش عليها رعيش. كيفاش تجرأت؟ البوليسية عاودوا استدعاوا سيمون مرة أخرى للتحقيق، وصرحوها باشتباههم فيها، وقالوا لها بالحرف الواحد علاش تتصرف في أملاك وحوايج راجلك تقول الشعليك متأكدة 100% أنه مش باش يرجع. سيمون وبكل ثقة في روحها قالت لي غفيال مش باش يرجع لفرنسا على خاطر وعاود حياته في مدغشقر، عمل دار أخرى وعرس بطفل عمرها ما يفوتش 30 سنة وعنده معاها زوج صغار. سيمون بنظرة مكسورة وبصوت حزين قالت للمحققين غفيال طيشني على طول ذراعه أنا وولاده 6. سامونتا هي اللي فطنت بخيانة بوها وصبت به لأمها. في آخر مرة جاء فيها بحذيهم غفيال في الصيف، سامونتا بربشت له الأورديناتور الخاص نتاعه، ولقاته مصور مع امراه ومعاهم زوج صغار. سبحان الله خليق طبيهم. في موضوع المراه الثانيه اللي في مدغشقر، سيمون وبنتها سامونتا ما كذبوش، المراه موجوده والشرطه نجحوا باش يوصلوا لها، لكنها اكدت لهم انه عندها اشهر ما سمعت حتى خبر على غفيال، وبالتحديد من نهار 14 ديسمبر 2006، يعني من نوال اللي فات. ومن وقتها والتجارة متاع غفيال ماكلة كبوت،
كل يوم يدقوا عليها الباب، الخدامة يحبوا يعرفوا مصيرهم ووقتاش رجلها باش يخلصهم في فلوسهم، وهي مش عارفة شنو باش تجاوبهم. الحاصل توا البوليسية تأكدوا اللي غفايال مرجعش لعشيقته في مدغشقر، واختفى في فرنسا سوايع قليلة بعد هبوطه في مطار باريس. الأم سيمون وبنتها سامونتا زوز الفاعي قارنين الراس على الراس كما قلت لكم قبيلا، وهذا رأي المحققين فيهم في أول مرة شافوهم. وشكوكهم زادت قوات بعد ما سمعوا من الجيران تفاصيل ما كانوش يعرفوها. يا سيدك يا بن سيدك، سيمون طلع عندها عشيق، ما قالتش عليه للحاكم، والعشيق هذا اسمه فرانسوا. سيمون مثلت قدام البوليسية دور الزوجة المظلومة المخدوعة لراجلها ملوحة ويخون فيها، وللا طلعت هي زادت تغرم في زمانها. عشيق سيمون سي فرانسوا أنتريتي، عمره 59 سنة، ومن شهر جويلية اللي فات هز شلقاته وملقاته ومشى يسكن في دار سيمون. الراجل حس بروحه في داره لدرجة أنه جاب مهندس ديكور يحب يبدل ويبرقش الدار على كيفه. نهار 13 نوفمبر 2007 الشرطة حطت في الحجز كل من سيمون الأم، سامانتا البنت، وفرانسوا العشيق، وبعثت الشرطة الفنية للتفتيش. بدأوا بكرهبة سيمون، الشرطة لقات أثار صغيرة متاع دم. لسوء الحظ الخبراء ما نجموش يخرجوا منهم حاجة كبيرة. فرانسوا أعطى للمحققين حجة غياب وتأكدوا أنه يوم اختفاء غفايال كان نهار كامل خارج المدينة سيبوه يروح. المحقق سأل سامونتا، تنجم تقول لنا علاش ما تحيرتش على أبوك كيف عرفت أنه اختفى؟ سامونتا جاوبته، عمرنا ما تفاهمنا، أمي اللي رباتني مش بابا، علاش تحبوني نمثل؟ علاش تحبوني نعمل روحي متحير على راجل ما يربطني به كل الاسم؟ وسيمون اش قالت في التحقيق؟ قبل ما نقول لكم اش قالت، خليني نحكي لكم شنو لقات الشرطة في دارها كيف ركسوها. لقاو الباسبور وبطاقة التعريف والأوراق الرسمية والمهمة الكل متاع غفايال، وحتى الكمبيوتر الشخصي متاعه. في السوسول الشرطة لقات أسلحة، حاجة متوقعة بما أنه غفايال مغروم بالأسلحة وعنده رخصة تخوله يمتلكها، لكن فما منهم سلاح ضايع ناقص، مسدس من نوع 357 ماجنوم. قدامها الأدلة، سيمون في التحقيق بلعت لسانها، هما يسألوا فيها اش يعمل باسبور غفايال عندك؟ كيفاش وصلك؟ شي ولات المرأة صمامة. لكن التوقيف والحجز مش حاجة سهلة، وزيد المعلومة الهامة اللي وصلت حالنا للشرطة وهم يحقوا مع سيمون خليتها تتخسر. معلومة هذه تقول أنه سيمون جبتت من الحسابات متاع راجلها كل المدخرات اللي فما. اش قولك يا مدام سيمون؟ هيا عاد يجي للرسمي يقول لنا اش عملت الراجلك بالضبط. سيمون بدأت في الاعترافات متاعها بجملة، توعدوني تتلهاو بولادي. وهكا صارت الحكاية حسب رواية سيمون. نهار 15 ديسمبر ركبت الكهرباء مع بنتها سامونتا ومشاو يستقبلوا في غفايال في المطار. أول ما شافهم منبزهم في ثنية المرواح تعاركوا، لكن غفايال ما طلبش أنه يهبط من الكهرباء ويرجع للمطار كما قالت سيمون في التحقيق الأولاني. مد سقيه واتك على الكرسي التلاني وهزوا النوم ورقد. سيمون قعدت تسوق في الكهرباء يجي حكاية ساعة، وكيف لقات بلاصة خالية وقفت الكهرباء، جبتت الفرد اللي هزته معاها من الدار، طلبت من بنتها سامونتا تغمض عينيها وأطلقت النار على راس غفايال. المحقق سأل سيمون، كيفاش قتلته في كهربتك وحنا ما لقيناش فيها دم؟ سيمون جاوبته وقتله أنه غفايال منزفش برشا، وأنه بنتها سامونتا نظفت أثار الدم مليح.
هاي طلعت مجدية. بعد ما قتلته غطته بملحفة وقعدت تدور بيه مع بنتها في الكهرباء يكمسوا كيفاش يتخلصوا من الجثة. مع الخمسة متاع العشية روحوا للدار تعشاو، وكيف ظلمت الدنيا سيمون خرجت بالكهرباء ومشيت الأرض على ملك رجلها خالية ما فيها حد. هبطت جثة رافائيل حطتها على لوحات خشب وجابت حوايج قدم بالكهرباء حطتهم على الجثة، صبت خمسة إترات إيسونس وشعلت النار وقعدت كل ليلة تمشي للجثة وتزيد تحرقها. بعد أيامات جات لمة العظام والسنين اللي ما تحرقوش ولوحتهم في المصب الكبير متاع الزبلة. وكيف جاء الربيع زرعت في البلاصة المحروقة جازون مقعد حتى أثر للحريق. سيمون قدمت اعترافات كاملة لقتل رجلها عن سبق الإصرار، وتوا لازم البوليسية يجيبوا أدلة تأكد كلامها. فيما يخص السلاح متاع الجريمة الفرد ماغنوم 357، سيمون قالت أنها رست ودقدقت ردت تروف صغار ولوحته في واحدة من البوبيلات العمومية ومش متفكرة حتى وين بالضبط. أما فيما يخص الموقع اللي قالت سيمون أنها حرقت فيه الجثة، الشرطة مشيت له وكما قالت ما قعدت فيه حتى أثر للجريمة. الشيء اللي دخل الشك لمخاخ المحققين، مش معقول أنك تحرق جثة وفي أقل من عام ما لقوا منها حتى شيء، حتى أثر، لا عظمة صغيرة لا فتفاتة لا حتى شيء، مستحيل. نعرف أنه عمركم ما حرقتوا جثة متاع إنسان، لكن تتوقعوا أن حاجة صعيبة ياسر؟ يشنو عاد شوية لوع وشوية حواج يحرقوا جثة وما يخليوا حتى أثر؟ يخي هي جثة متاع عروسة بلاستيك ولا شنو؟ قدام قاضي التحقيق سيمون حاولت تبرر عملتها وتدافع على روحها. قالت أنه غفايل كان يعطي فيها في الترايح ويحرق فيها بالسواقر، لكن مش هذا اللي دفعها باش تقتله. السبب اللي خلى سيمون تقتل رجلها هي أنها سمعت بيه اعتدى جنسيا على بنتهم الصغيرة فاليغي اللي عمرها 13 سنة. زعم كلامها صحيح؟ المحكمة هي اللي عليها باش تقرر. يلندرا قتلته من غير دافع وبدم بارد، وبالتالي باش تحكم عليها بالمؤبد، وإلا تنجح باش تقنع القاضي أنه العذاب اللي شافته منه هي وبنتها هو السبب، وبالتالي تحكم عليها بحكم مخفف. نهار 25 نوفمبر 2007 البوليسية حاولوا يعاودوا تمثيل أحداث الجريمة وهزوا سيمون للبلاصة اللي قتلت فيها غفايل، لكن سيمون ما عرفتش تستعمل المسدس. وكيف سألوها وين كانت قاعدة كي أطلقت النار عليه، قالت أنها كانت في كرسي السائق وأطلقت النار على رجلها من بين الزوز كرسي. نفس السؤال سألوه البنتها سامانتا اللي قالت أنه أمها ركحت يد على رأس الكرسي وضربت. كلامهم الزوز مش متطابق. محاكمة سيمون لوموغو بدأت نهار 18 ماي 2018 قدام محكمة الجنايات، وسامانتا حضرت في المحاكمة بصفتها شاهدة مش متهمة. الاثناشن خو أخت متاع الضحية غفايل حاضرين، الكل مازالوا متسلموش الجثة متاع أخوهم وقاعدين متأملين أن القاضي يحكم على سيمون بأقصى درجة العقاب. سيمون شد صحيح أنها تخلصت من راجل ظالم وعنيف يضربها ويضرب أولادها واغتصب بنتهم الصغيرة فاليغي، وطالبة من هيئة المحكمة ترأف بها وبأولادها. القاضي سمع شهادة الستة صغار متاع سيمون وغفايل، والكل أكدوا أنه كلام أمهم صحيح، بوهم عنيف ياسر أخلاقه عادمة، إلا الطفلة الصغيرة فاليغي قدام القاضي شدها البكاء وقالت أنه بوها ما مساش وما تعدش عليها. هكاكا سامونتا أختها الكبيرة تقوم تصيح، يا كذابة احنا نستاهلو، ما جبناكش معانا للبربكيو اللي عملناه البوك. سامونتا من غير ما تدرك استعرفت أنها كانت حاضرة في وقت إحراق جثة غفايل بوها. بعد التداول القاضي أصدر الحكم متاعه
في جريمة القتل المتعمد. سيمون لوموغو تحكم عليها ب 17 سنة حبس أكاو. وقدام محكمة الأطفال سامونتا اللي ما زالت ما بلغتش 18 سنة تحكم عليها في جريمة إحداث تغييرات على مسرح الجريمة والمساعدة في نقل الجثة وحرقها، تحكم عليها ب 18 شهر سرسي. 18 شهر سرسي، حكم مش عادل بالنسبة لعائلة الضحية غافائيل. قضية اليوم من برنامج نهج التريبيونال، نص درة عياد، إخراج أمين مرابط،